شو صار لك صاحب الحمام؟ على شو بستعد لك؟ صح لك انا بدنا نعيدها بقى. يلا بنعيدها. وين بدي اياها؟ لك يا خلاندي. لا عملت اختي بدي. لا نطلع نعيدها وبعدين تردي بتعملي. طيب ماشي يلا بسرعه. ماشي. سلام يا ماما. لك وانتو سالمين يا روح الماما. ان شاء الله بتقبلوا قلبي. دخل الصلايا انا. ان شاء الله تعجبك. رح تعجبني اكيد رح تعجبني، بس انت اختك بتعرفوا شو هديتي؟ بتعرفوا ولا ما بتعرفوا؟ بنعرف العلامات. هي الهديه صارت مضمونه وبايخه. لا ما انا لا مضمونه ولا بايخه، واوعى انت اختك تفكروا اني رح اغير رايي بهديتي، اوعى. شو حلوه جنني، ان شاء الله بتقبلوا. صباح الخير. الله يسعد صباحك. كل سنه وانت سالم. وانت سالم. وانت سالم يا رب. الله يرزقك يا عاصي. مسلم ايديك. انا ما دخلني، هي زهر، انا بس نزلت هون على السوق. حبيتيها؟ كثير. جبناها هذا اليوم من شان تطلع مع البنطلون البني اللي اشتريتيه على العيد الماضي. كثير بتطلع حلوه عليك، كثير. سلم ايديكم. شايف عاصي؟ شايف البنات كيف بيحسبوا حساب لكل شيء وما بتفوتهم فايته؟ وحنيه ليوم الحنيه. ايه الحمد لله. ايه الف الحمد لله. يلا ماما عدوا افطروا حبيبتي. عيطتي تيتا؟ ايه معلوم عيط التيتا من بكير. هلا انتم بتخلصوا فطور وبتفوتوا على دراستكم، لازم نروح لعند المسا وانتم مخلصين كل شيء عليكم. هذا عاصم حبيبي اتفقت انا واخواتي نكون عندها 7:30 بقى تقدرني. لا ترتبط بشيء. بشو بدي ارتبط يا حسره؟ اذا امي ميته مين بدي عايد غيرك وغير حماتي؟ يا حبيبي انت الله يرحمك. الله يخلي لي اياكم.